شايفه ازاي الدوره الاولى مهرجان القاهره للدراما والاعمال المتنافسه خاصه ان اعمال شرسه جدا؟ طبعا اعمال رمضان انا ما شاهدتهاش كلها، بس انا عارفه انه في الاختيار، في راجعين يا هوا، انحراف، يوترن طبعا، ولوسي طبعا. الاختيار مسلسل تقيل جدا، حتى بس هو في شغل تمثيل وفي شغل اخراج وفي في كل حاجه صراحه. يعني انا ما بقولش ان انا بشتغل حاجه بالظبط غير لما اكون موجوده فيها. انا سمعت انا اتسالت دلوقتي الاستاذ حسين فهمي، ما اعتقدش ان هو ممكن يقول كده، لان هو رجل فنان ومتحضر ومثقف وعارف يعني ايه فن، وعارف يعني ايه بره بيلبسوا ازاي وجوه بيلبسوا ازاي. احنا نلبس اللي يليق على بلدنا. كل سنه طيب.